شرفنا صديقنا ومتابعنا حسام. رانج روفر سبورت سوبر تشارج 8 سلندر 512 حصان 2014 لوك اس بي ار وني. كيف ما نطلع راح نشوف كاربون فايبر كمان جلوسي بلاك. هالضوء المحدث نعم 4 لوب سنسر امامي رادار فانكشن نعم. هالاس بي ار بيضروا فيهم لوحده عند الزوم. بدل الكاميرا عندنا 5 كرمال 360 فيو واللين اسيست بارك اسيست دخليته مثل ما اتفقنا لونه مميز وفي هالبادي كيت الاس بي ار. الاس بي ار 22 انش جلوسي بلاك مثله مثل شبك الرفراف. اس بي ار وجلوسي بلاك كمان كفر المرايا بلايند سبوت بتضب على الكهرباء فريم الازاز جلوسي بلاك وبقلبها كاميرا بدور بيفتح على البصمه نعم والابواب شفط والمارش بي بينزل عند خدمتك. ستوبات الاس بي ار المحدثين شوفوا معي هالشارك ديفيوزر صوته نغم كمان مشغول على صوته. من بعدها اكيد غطى الصندوق كهرباء مين منا ما بحب يشوف لوجو الاس بي ار على الرينج تبعه. فتح محدث كله مشغول عليه. هلا اجى الوقت تعملوا برمي حوالي هالاس بي ار. كله بيخليه مميزة وين وكيف ما نطلع كاربون فايبر اكيد ساوند سيستم رير انترتينمنت دي في دي دبل اي سي دبل هيتد سيت سقف بانوراميك يا عين على الفرش الاحمر وين وكيف ما نطلع كاربون يا احلى متابعين. ستيرنج ويل المحدث خرافي بالكاربون فايبر نعم مالتي فانكشن ستيرنج حتى الشيفترز كاربون فايبر. تابلو ديجيتال اول كبسه سعاده 360 درجه هيدي الشاشه محدثه كمان هون كاربون كمان هون كاربون. امبيانت لايتنج اضاءه داخليه هوب توب حولنا التابلو على الدايناميك ورجع لورا لسمعكم احلى نغم. وصل مصادينا متابعنا حسام مثل ما دائما بنقول الله يبعد درباتي وهني صاحب النصيب. صور ورقمه لحسام عندنا على الويب سايت ركين موتورز دوت كوم.